يفكر بالتسديد، يغير رايه، يتوغل من الجانب الايمن، ينتظر المسانده، تاخر فيها وبالتالي حوصر. وهنا ركله جزاء للرائد تركي الخضير، اشار الى علامه الجزاء. نشوف الاعاده، هذه ميشيكا، هنا المرور، لا اعرف لما، ربما الشد الموجود من كلاوديو مير على اللاعب الاخر وليس شيكابالا. نتحدث عن هذه الكره، يحاول الان هدف لصقر عطيف، يسجل هدف اول للرائد، 4-1. الرائد يستعيد انفاسه بهدف، تستطيعون القول انه شرفي وان كان الامر مبكر، لكن جاء هذا الهدف من علامة جزاء. لاحظ صقر عطيف وضع الكره